امرأة اتهمها زوجها بقتل والدته وجرى تداول الموضوع بنطاق واسع مؤخرا، وخرج هذا الرجل على وسائل الإعلام ونشر ما يثبت روايته من مقاطع مصورة. وبغض النظر عن تفاصيل هذا الموضوع، نبقى في إطار الدقات العشائرية. فقد تعرض منزل هذا الشخص لهجوم مسلح، دقة عشائرية دون أن يلجأ الطرف الآخر أي أشقاء زوجته إلى القانون لتفنيد مزاعم الزوج إذا ما كان الرجل يكذب. وكان القانون الذي يسير الأمور في العراق هو قانون الغاب، أو هذا ما تود الميليشيات وكل المقربين من الأحزاب المتنفذة، هذا ما يودون أن يقولوه إلى الحكومة. نشاهد لقطات وثقتها كاميرا مراقبة لتعرض منزل الرجل لدقة عشائرية من قبل عشيرة زوجته.